رجعنا لكم من جديد ولكل عشاق الرياضة ومحبي أخبار المستديرة والصحة الخضراء. اليوم هنتكلم عن تفاصيل وأخبار الرياضة في ظل جائحة كورونا. معنا داخل الاستوديو الأستاذ سالم سعيد صحفي رياضي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سالم، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. صباح الخير عليكم. صباح الخير على السادة المشاهدين. طيب زمان الناس كان شوية كده مبرمجة في الأندية الرياضية ومشاهدة المباريات العالمية، خاصة أنت رئيس تحرير صحيفة السوكر، يعني كان عندك اهتمامات مختلفة. فكيف الآن النشاط الرياضي عندك شخصيا قبل ما ندخل في السيناريوهات المتوقعة في السودان لاستئناف النشاط الرياضي؟ طبعا النشاط الرياضي كان متوقف 3 شهور، وده حدث يحدث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. كان الناس في ترقب بانه متى تعود الدوريات، هل تعود بنفس هيئتها ام لا تعود بنفس هيئتها، كيفيه اعادتها، هل سيتم اتمام الموسم او خلافه. الى ان اتى الاتحاد الالماني لكره القدم انا اعتقد وكسر هذا الطوق واعلن بعوده الدوري الالماني التي يعني عادت في نصف شهر مايو الماضي، ومثل عودة الدوري الألماني يعني فاتحة وبداية لدوريات أوروبية أخرى للعودة، كما شاهدنا بالأمس انطلق كأس إيطاليا أمس الأول، وانطلق الدوري الأسباني أيضا أمس الأول، وكان يعني الحقيقة البداية الحقيقية كانت ببداية الدوري الألماني. طيب بعد ما يمكن أصدر رئيس الاتحاد كما شهدت قرار بتجميد الموسم الرياضي، هل ممكن أن يستأنف من جديد؟ وهو إن صح التعليق تعليق الموسم الرياضي. وطبعا الاتحاد الافريقي لكرة القدم طالب الاتحادات الوطنية في القارة الافريقية الـ 54 برفع تصور او تقرير عن الوضع الرياضي في كل اتحاد على حدة. بعض الاتحادات اعلنت استئناف، بعض الاتحادات اعلنت القاء، الاتحاد السوداني لكرة القدم اعلن تعليق، على اعتبار لا تزال هناك مساحة من الزمن للاتحاد السوداني لكرة القدم لاتخاذ القرار المناسب، سواء اما بعودة النشاط الرياضي او اما بإلغاء الموسم ككل. استاذ سالم، يعني شفنا الاندية الخارجية اللي استأنفت النشاطات الرياضية قد تكون قل شوي كده نسب الانتشار النسبي لجائحة كورونا، يعني الامر ده متوقف الاستئناف على حجم الاصابات الكبيرة، والعموما هو مجرد استئناف وخلاص يعني. هو قرار الفيفا قال لا يعود، لا تستأنف النشاط الرياضي في اي دولة ما لم يبدأ هذا الوباء بالانحسار. إذا بدأ هذا الوباء بانحسار بشكل كامل حسب التقارير وزارة الصحة في كل بلد، لا يفكر أي اتحاد بمسألة عودة النشاط، لأنه سلامة الإنسان فوق كل اعتبار. طالما بدأ الوباء في انحسار، الآن في تقارير تبشر بارتفاع عدد حالات التعافي، انخفاض عدد حالات الإصابة وخلافه، بعد يبدأ التفكير بعودة النشاط. طبعا عودة النشاط تسبقها أشياء كثيرة، أنك أنت بتحدد تاريخ، يعني صحيح. الاتحاد السوداني لكرة القدم لو تلقى ضوء أخضر اليوم بعودة النشاط الرياضي، لن يعود النشاط الرياضي قبل منتصف يوليو، لأنه في استئناف، في أندية، في بروتوكول صحي، في ترتيبات، في خلاف. نعم. طيب رؤية الاتحاد لخارطة التسجيلات؟ هو الاتحاد بالأمس كان شارك في ورشة الطوارئ الصحية، وذهب هو ما كان مفترض يشارك، وذهب بتقرير لوزارة الصحة، وزارة الصحة يعني وجهته بالذهاب إلى لجنة الطوارئ الصحية، شارك في المؤتمر بشأن الموسم الكروي وبشأن التسجيلات الكروية، لأن هي كلها مرتبط، التسجيلات تأتي في نهاية الموسم، ولجنة الطوارئ الصحية أرشدته بأنه يقدم تصور كامل للموسم الكروي، الفترة الزمنية، الكيفية، عدد المباريات او خلافه، مع وضع مقارن بالدول الافريقيه والعربيه التي استئنفت، او الدول العربيه والافريقيه التي قامت بالقاء نشاطها الرياضي، ومن ثم التصور ايضا لمرحله الانتقالات او خلافه، وتقديم هذا التصور خلال 72 ساعه لاتخاذ القرار من لجنه الطوارئ الصحيه بشان الموسم الكروي، هل ستكون هناك عوده للنشاط الكروي ام سيكون القاء. وحتى الان لا يوجد قرار رسمي بانه لا الدوري يرجع او الكوره ترجع. مساله التسجيلات، تسجيلات الفيفا اتخذ فيها قرار واضح منذ بداية الجائحة في منتصف مارس، وتوقف النشاط الرياضي في العالم في منتصف مارس، بأنه أي تسجيلات تكون في أي بلد تكون في نهاية الموسم، يعني الموسم الاتحاد مدده لحد شهر 9 تكون شهر 9، قام بإلغاء الموسم تكون في تاريخ إلقاء الموسم، وما حدد سقف زمني على اعتبار انه الجائحه مختلفه من بلد الى بلد بحسب ارتفاع الاصابات وحسب الوضع الصحي في كل بلد مختلف. استاذ سالم، يعني الان في ظل جائحه كورونا كثير جدا من لاعبي الانديه المطلقيه الصراحه قد يكون، اذا تم استئناف الجدول بتحت الدوري عموما في السودان، مصيرهم شنو حيكون؟ هم طبعا الفيفا منحهم الحق في الاتفاق المادي، يعني الاتحاد لو اعلن انطلاق الدوري يوم 1 يوليو وانتهائه في منتصف اغسطس، بالتالي اي لاعب بيلعب في احد انديه الدوري الممتاز لديه مستحقات ماليه عن شهري يونيو ويوليو ومنتصف اغسطس، على اعتباره الفتره دي انت من المفترض تكون مطلق الصلاح
يوم 31 مايو المفروض اللعيبه المطرح المفروض خلاص يغادروا انديتهم يجددوا او يذهبوا لانديه اخرى، لكن على الفيفا وضح انه يكون في اتفاق مالي عن الفتره التي حدثت او الفتره اللي هي من نهايه الموسم الحقيقيه او المفترضه ان تكون اللي هي 31 مايو حتى نهايه الموسم التي حدثت بفعل او بسبب جائحه كورونا، ويكون في اتفاق مالي بين اللاعبين والانديه. واضح انه الانديه حتى الان ما وصلت الى اتفاق مالي مع اللاعبين، وهو الامر الذي يعني يجعلنا نسمع كل يوم اصوات تنادي اللاعبين يتحدثوا عن عقود احتراف في الخارج او ذهابهم الى نادي اخر. يمكن حاليا عودة الحياه لكره القدم بصوره تدريجيه مثلا يعني من جديد، بدايه بالدوري الالماني. الالمان اطلقوا البدايه يعني اثبتوا تفوقهم اول كدوله ككل، الاتحاد الالماني ايضا كاتحاد، الاتحاد الالماني اراد ان يقال عنه بانه اتحاد رائد، اول اتحاد من الدوريات الاوروبيه الكبرى عاد في ظل جائحه كورونا ببروتوكول طبي صارم جدا بتقارير حتى فاجات منظمه الصحه العالميه بانه اللمس المباشر اذا لم يتخطى 15 ثانيه قد لا ينقل وباء كورونا بامور معقده جدا. اعلنوا في عوده الدوري الالماني، انطلقت 6 جولات حتى الان، يبدو انه فريق بايرن ميونخ في طريقه، كل شيء تغير بعد كورونا الا سيطره بايرن ميونخ على الكره الالمانيه الذي يبدو انه ده امر ثابت بشكل كبير. بالامس لولا هدف هالاند في الدقيقه الاخيره من مباراه بروسيا دورتموند لكان بايرن ميونخ رسميا بطلا للدوري الالماني للمره 30، لكن هذا الهدف اللي في الدقيقه الاخيره من النجم النرويجي هالاند لمصلحه فريق بروسيا دورتموند اجل تتويج بايرن ميونخ الى اسبوع قادم. استاذ سالم، طيب معروف مع استئناف النشاط الرياضي او يكون تدريبات مستمره، اللياقه البدنيه الذهنيه النفسيه بتكون للاعبين في ابهى يعني حضور يعني، فالان مع التوقف شفنا من خلال فيديوهات مختلفه للاعبين محليين عالميين بيعملوا رياضات بتاعت بدنيه في منازلهم او كذا، فهل المستوى اللي حينزلوا به اللاعبين لارضيه الملاعب اذا استؤنفت النشاطات الرياضيه حيكون بالصوره المطلوبه يعني خاصه للمدربين بتاعين عموما سواء كان الاحمال او التربيه البدنيه او كذا موجودين معهم يعني؟ والله تبدي يلا مدى عودتهم ومدى قوه عودتهم متوقفه على مدى نشاطهم او مدى تدريباتهم في فتره الجائحه او فتره التوقف الحالي، يعني اللعيبه الالمان ما عادوا حتى الالمان نفسهم ما عادوا بالمستوى القوي جدا بعد الجائحه، بدليل انه رصدت حسب تقارير الالمان اكثر من 23 اصابه منهم هالاند نفسه الذي تحدثنا عنه قاب لاربع مباريات واصابات، بالامس ليفاندوسكي لم يشارك مع بايرن ميونخ، واضح انه الاصابات او التوقف الطويل اثر، صحيح كان في تدريبات عبر تقنيه الفيديو او خلافه، لكن دي ما حققت وصلت باللاعبين الى المعدل البدني المفروض يعود به. فبالتالي حتى بالامس في مباراه مثلا برشلونه وريال مايوركا التي شاهدنا انه حتى الاداء لم يكن عالي من الطرفين، وريال مايوركا لم يكن الخصم القوي جدا امام برشلونه، واضح انه المعدل البدني لدى اللاعبين انخفض، يعني نتحدث عن لاعب مثل ميسي ايضا المعدل البدني منخفض. الامر واضح حتى في مباراه يوفنتوس وميلان اللي كانت في كاس ايطاليا. بالمقارنه ايضا في الدوريات العربيه والسودان ايضا اعتقد من الصعب انه يعودوا اللعيبه لنفس النسق اللي هم كانوا عليه. هم طبعا في بدايه الجائحه لم يتوقع احد ان تتوقف الدوريات لاكثر من 3 شهور. يعني الناس كان قايلين لنا شهر شهر ونص، كان في تدريبات وكان في عزيمه عبر تقنيه الفيديو لعدد من الانديه من الهلال والمريخ وايضا هلال المضيب هلال الابيض عبر مدربه خالد هيدان، لكن بعد ذاك مع طول الفتره يعني هدأت الروح العاليه للاعبين وللمدربين بمواصله التدريبات، ما في حافز او دافع او في ضبابيه في مساله الموقف، الدوري ذاته حيرجع ولا ما حيرجع، فالمساله دي طالما هدأت الان اللاعبين محتاجين الى فتره زمنيه ليست قليله للعوده من جديد الى المعدل اللياقي المفروض يبدو به بطوله الدوري الممتاز. طيب نهائي كاس ايطاليا، اعتقد نهائي كاس ايطاليا حسم قبل كورونا، نتيجه الذهاب هي التي حددت بدرجه كبيره المتاهلين الى المباراه النهائيه، يوفنتوس تعادل 1-1 بهدف في الدقيقه الاخيره كان امام ميلان في مباراه الذهاب، استفاد من التعادل السلبي امس الاول امام ميلان رغم اضاعه كريستيانو رونالدو لضربه جزاء، نابولي استفاد ايضا من فوزه على انتر ذهابا 1-0 في ملعب سان سيرو، وبالتالي تمكن من بالامس من التعادل 1-1 في مدينه نابولي والتاهل، نتيجه الاياب التي حددت نتيجه الذهاب، الاداء لم يكن يعني وفق التوقعات العاليه بقيمه النجوم، لكن نظرا للتوقف والعوده بعد التوقف كبير فالامر كان مرضي بالنسبه لجماهير الكره الايطاليه. ان شاء الله نعود مجددا للرياضه واستئناف الدوري في السودان وتكون الصحه الرياضيه في ابهى صور ان شاء الله باذن الله. شاكرين جدا، شكرا ومقدرين جدا الصحف والمحل الرياضي استاذ سالم سعيد ورئيس تحرير صحيفه السوكر.
الرياضيه العالميه. كتر خيرك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا ايضا لكل مشاهدينا في كل مكان. انتهت حلقة اليوم من صباح الشروق وشروق بثوبها الجديد. ان شاء الله اكون ارضينا الذوق السوداني والمشاهد السوداني داخل وخارج البلاد. اكيد هنلتقيكم في محطات قادمات. شكرا ايضا لفريق العمل يعني دائما اللي بيكون حاضر خلف الكواليس. شكرا جزيلا لينا. حتى الملتقى. خلوا بالكم من روحكم وابقوا على شعر الوطن. في امان الله.